اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي ايهاب ممدوح. فيديو النهارده هيكون مراجعه على موقع بوش الجديد اللي هو موقع ويلز تريد، ولكن بعد الفاصل. ناس كتير جدا على الخاص بتسألني عن رأيي في موقع بوش الجديد، والرأي المرة دي مش هيعتمد على احصائيات او ارقام او مواقع تحليل وكده، لان احنا عندنا حاجة قطعية وحاجة اهم من كل دول، وهي التجربة. بوش كان ليه تجربتين قبل كده، في الموقع الاول باسم بيت هانتر، والموقع استمر حوالي شهر تقريبا وقفل لظروف ما، وتم ارجاع الاموال المستثمرين او لجزء منهم، والجزء الباقي اللي ما خدش امواله انتظر التجربة التانية، وهي موقع وولف ستريت، وبتفتح له باقة استثمارية تعويضا ليه، والموقع استمر برضو حوالي شهرين تقريبا وقفل لعدة ظروف. ونفس اللي حصل في التجربة الاولى حصل في التجربة التانية، وهو رجوع اموال المستثمرين لجزء منهم وجزء ما خدش فلوسه، وانتظر حاليا التجربة التالتة وهي موقع الحالي ويلز تريد. يبقى حضرتك بعد التجربة دي انت مش محتاج رأي حد يقولك ادخل او لا، او انك تقول لحد اعمل مراجعة او شرح، لان التجربة موضحة كل شيء وموضحة كل المخاطر اللي بتمر بيها. وبوشي هنيجي ليه ان هو ممكن يكون افضل من ناس كتير جدا في المجال، ان هو بيرجع رأس المال في حالة الخسارة لجزء او لاغلب الناس، لكن في ناس برضو ما بتقدرش تاخد فلوسها. لكن التجربة بتقول الموقع ما بيستمرش اكتر من شهرين، فبالتالي كمان نسبة المخاطرة في الموقع ممكن تكون اقل من اي موقع تاني لو انت حطيت فلوسك فيه في اول يوم للموقع، وانت مش هتضمن برضو ان انت تكون من الجزء اللي هيرجع ليه راس ماله ولا اللي هينتظر فترة. لذلك قرار استثمارك متوقف على مدى فهمك للتجارب السابقة، وكمان حاول تستثمر بجزء من اموالك وباموال لا تحتاجها واموال لا تؤثر على حياتك. عموما نتمنى للموقع الاستمرار اكتر واكتر، وان الناس كلها تاخد فلوسها ومحدش ينضر في الموقع او حد يبقى ليه فلوس او حاجة. ما تنساش اللايك والشير والكومنت، وان انت تكون مفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش المسابقة اللي احنا عاملينها ان احنا هنختار شخصين من اللي عملوا كومنتات ولايكات ونكسبهم معانا الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.